كانت واحدة شاري منها شقة وراحت النقطة عندنا في أرض النجوة، عملت محضر باسم واحد تاني، فاتصلوا عليا أنا في النقطة عشان معاها رقم تليفوني، وقال لي تعالى عشان في محضر بيتعمل ليك دلوقتي. فروحت أشوف فيه إيه، قال لي أنت كده مش هينفع تمشي طالما أنت جيت لنا، أنت جيت برجلك، هيتحفظوا عليا وتاني يوم تروح النيابة. طب يا جدعان ينفع كده مش هينفع كده؟ طب أنا مالي، المحضر مش باسمي. قال لك لا هو محضر باسمك. طب ايه اللي يثبت ان هو باسمي؟ طب خلينا اطلع على المحضر. قال لك لا حد ما ينفعش تطلع على المحضر. قلت له يعني اجيبك محامي تطلع على المحضر؟ قال لي لو جبت شيخ المحامين مش هيطلع على المحضر، ولو جبت لي مين انت مش هتمشي من هنا. المهم في نقطة ارض اللي هو؟ في نقطة ارض اللي هو. قعدت اتكلم معاهم وبتاع، راحوا واخدين مني 200 جنيه ومشيني بعد كده. وبعد كده والمحضر؟ والمحضر قال لي كده كده المحضر ده اساسا هيتحفظ عليه عشان المحضر باطل، عشان هي مقدمه المحضر بصوره العقد ان انت مخلص معاها كل حاجه. بس فانا مش عارف بالظبط في ايه. يعني هم ال 200 جنيه دول اخدوها بيحللوها لنفسهم مثلا ولا ايه؟ بيحللوها عشان انا امشي بقى، عشان ما تعرضش على النيابه تاني يوم واتبهدل. بس والمحضر اساسا محطوط معاه صوره العقد. اديتهم 100 جنيه قال لك لا دي ايه دي؟ المفروض ان هو يجيب استدعاء رسمي اصلا. بس فانا عملت كده، قلت امشي بقى وخلاص بقى، اتكل على الله ادفع 200 جنيه عشان امشي عشان ما